ليه؟ شو قلنا؟ قلنا باش نعملوا ريفيزيون على لي بوكل، البوكل كور، البوكل ريبيتي والبونكور، باش نشوف شنو هو الفرق ما بيناتهم، باش نخدموا شوية دي زيكزارسيس عليه، باش نرجعوا، لأنه شفت أنت الكور نتاع الدوزيام تقريبا نفسه نتاع التروزيام نفسه نتاع الباك، مي تم دي بارتي تزيدوا في كل عام. دونك لي بوكل موجودين كيما موجودين في الدوزيام، موجودين في التروزيام، موجودين في الباك. اللي هما الكور والريبيتي والطونكي لازمنا نعرفوا، مادامكم انتوما في اي اكزامان باش تخدموا باللي بوكل، دونك لازمنا نعرفوا في شنو الفرق ما بين التروا بوكل هذا، وقتاش نستعمل بوكل كور، وقتاش نستعمل بوكل ريبيتي والطونكي. لي اول حاجه هما يتسموا دي ستريكتير ايتيراتيف. اش معناها ستريكتير ايتيراتيف؟ يعناها ستريكتير ريبيتيتيف، حاجه تتعاود، تبقى تتعاود برشا مرات، هذيك تتسمى ايتيراتيف ولا ريبيتيتيف. والا ستريكتير ا كونديسيون داري بي شنو لهنا كاتب لك لي ستريكتير ايتيراتيف او ستريكتير ريبيتيتيف، يعني حاجه تتعاود، والا ستريكتير ا كونديسيون داري نجم تكتبها لهنا بيرميتون والا بيرميت دو ريبيتي، الفراغ هذا بيرميت دو ريبيتي ان تريتمون ان سيرتان نومبر دو فوا. هذا اللي كنا خلاصه الجملتين هذوما شنو يعني، راي الريبيتي والطونكو والفور الهدف نتاعهم شنو؟ تعاود لك ان انستريكسيون الا ان تريتمون، تعاود هيك برشا مرات، 5 مرات، 10 مرات، 100 مره. دونك ثم ان انستريكسيون والا يعني تريتمون قاعده تتعاود برشا مرات. دونك هذوما لي بوكل والا لي ستريكتيف ايتيراتيف. اول بوكل باش تقراها اللي هي البوكل بور. باهي البوكل بور كيفاش وقتاش نستعملها اول حاجه وكيفاش ستريكتير نتاعها. باهي لوك البور وقتاش نستعملها؟ نستعملها كي يجيك في اكزرسيس يقول لك راني نحب نعاود لانستريكسيون هذه، نعاودها مثلا 5 مرات، 10 مرات، ان فوا، يعني النومبر نتاع ريبيتيسيون نتاع التكرار نتاع لانستريكسيون ولا التريتمون هذيك باش تعاودها ان نومبر كوني الافونس. اش معناها كوني الافونس؟ معناها انت كي تجي تخدم البوك البور راك تعرف روحك من قبل انك يعني باش تخدم 5 مرات ولا باش تخدم 20 مره ولا باش تخدم 30 مره وتحبس، على عكس البوك ريبيتي والتونكر. البوك ريبيتي والتونكر كي تبدا تخدم فيهم ما تعرفش روحك وقتاش تقص، يعني تنجم في البوك ريبيتي والتونكر تنجم تخدم مره، تنجم تخدم 5 مرات وتحبس، كيما تنجم تخدم 10 مرات وتحبس ما تعرفش روحك قداش باش تخدم. هذه هي اول ديفيرونس ما بين البوك الكور والريبيتي والتونكر. دونك البور النومبر دي ريبيتيسيون كوني على الافونس، اش معناها؟ معناها راني الانستركسيون اللي باش نعاودها، باش نعطيكم تو اكزامبل كيما الاكزامبل هذا، الاكزامبل اللي قدامنا هذا كيما الاكزامبل هذا البوكل بور. لان علاش استعملنا؟ قال لك باش نافيشي، باش نافيشي الميساج اكرير هذا قداش باش نافيشيه مرة؟ باش نافيشيه 5 فوا. كيفاش عرفت اني باش نافيشي 5 فوا؟ في البوك البور نتاعي كاتب لي من 1 حتى للخمسة. اش معناها؟ معناها راني باش نبقى نعاود نافيشي في الريتمون هذي اللي في وسط البوك البور، باش نافيشيها باش نعاودها قداش من مرة؟ 5 فوا، 5 مرات. يعني شنو؟ يعني كي تجي تافيشي انت على الاكرون، افترضوا هذه الاكرون تاعك، باش نافيشي ميساج شنو باش نكتب؟ باش نلقى قدامي لهنا لهنا الاكرون واضحة يا جماعة؟ معليش تما شكون واضحة مسلمة، تما شكون قال لي راهي التصويرة مش واضحة؟ واضحة فهمت. ليه واضحة؟ اللي عنده مشكلة أني باش نقص البريزونتاسيون تنزل نعاود نعمل. اللي عنده مشكلة في الصوت وإلا في ال في ال ما يسمعنيش، راهي المشكلة عنده هو. واضح؟ باهي نواصل لهنا. قلنا البوكل كور من فور ايدو ان ا 5 شنو باش يصير؟ باش يعاود لك
الاي ده هنا الميساج هذا باش يعاودوه لك يا في شيء كلمه بروج زرقيد الاي كل مره باش تاخذ هذا على الاكرون قداش من مره 5 مرات دونك بروج الميساج الاولاني بروج من بعد يا في شيء لك بروج دو من بعد بروج 3 بروج 4 وانفان بروج 5 لهنا علاش عملت لافيشاج 5 مرات لانه عن طريق البوكل بور هذي اش قلت له عاود لي الانستريكسيون اللي فوسط البوكل بور لهنا ما بين البور والفان بور عاود هالي قداش من مره 5 مرات اللي حدث هالو لهنا هاي نمبر دو فوا دونك هيك الخمسه مرات ضربت باش يعاود لك الانستريكسيون تريتمون اللي حاطها انت اونتر بوكل بور لهنا علاش لهنا الان تبدلت ان ومن بعد دو ومن بعد تروا لاني كاتب له الاي لهنا كتب له غادي بروغ كما تشوفوا ثم كتب له لهنا اي اش معناها برجيل اي معناها الاي باش تاخذ الفالور نتاع البوك البور والبوك البور من الاول شنو الفالور نتاعها انيسيال هي الان الفالور فينال نتاع الاي هي 5 دونك الاي منين لمنين باش تبدا الاي الفالور نتاعها 1 من بعد 2 من بعد 3 من بعد 4 من بعد 5 يعني يضم لي فالور اللي باش تاخوهم الاي في البوك البور كي تلصق فيها كلمه بروغ لهنا تجيك بروغ 1 بروغ 2 بروغ 3 بروغ 4 اي بروغ 5 ويخرج من البوك البور واضح دونك لهنا لهنا توا باش نشوفو راك جيست اكزامبل باش نفسر بيه توا البوك البور ستريكتير نتاعها كيفاش اول حاجه باش تكتب كلمه بور الكونتر نتاعك لهنا الاي باش تختار انت يعني اسم الكونتر نتاعك هذيك تسمى فاريابل تحب تسميه اي جي اكس اللي تحب انت يعني انت مخير لهنا شنو تحط ب دو عندك في اي و في اف شنو نظام هذا الفالور انيسيال منين باش تبدا البوك البور نتاعك وهذا الفالور فينال منين باش تكمل يعني من الفالور انيسيال على فالور فينال وعندك حاجه اسمها با فير بي اش عملنا نحنا في الاكزامبل نتاعنا كي نرجعو الاكزامبل الاولاد فور اي دو 1 ا 5 فور اي هذا الكونتر نتاعي يتسمى اش معناها من الان لل 5 يعني راهو الاي اول فالور باش ياخو هو الان واخر فالور هو شنو هو 5 يعني باش تبدا الاي من الان وكل با دي اش معناها البا هي اكيد الزياده معناها الاي قداش باش تزيد كل مره من الاول الاي باش تاخو 1 البا بلس 1 تتولي لك 2 الاي من بعد باش 2 بلس 1 تتولي لك 3 بعد 4 5 دونك البا لهنا بار ديفو البا كي ما تحددهاش تاخو لك فالور 1 هذيك تسمى البا بي دونك انت في اي اكزومبل نتاع بوك البور راك شنو باش تكتب باش تكتب بور اي تحط انت الفالور الفاريابل هذاك حسب اختيارك انت تحب تسميه تحب 2 وتحط لهنا الفالور مين تبدا فالور انيسيال او فالور فينال مش لازم عليا نبدا من الان راه نجم نبدا من الان كيما نجم نبدا من دو كيما نجم على حسب ليكزارسيس وحسب لي نونسي معناها الفالور انيسيال انت مخيره حسب لي نونسي نتاع ليكزارسيس كيفاش باش تعمل له السوليسيون تاعك يعني ما تحطش في بالك كي نحطو هنا من ان ل 5 راك ديما تبدا في الان لا ثم شكون يبدا من زيرو ثم في دي ديكزارسيس اخرين تبدا من 5 ثم من 10 انت ولي دي نونسي نتاع ليكزارسيس ليه تريتمون هذه شنو هو تريتمون كيما هيك كيما ليكزامبل اللي عطيه لنا هو اكرير بروغ اي لهنا تريتمون تريتمون هي شنو باش تخدم انت الخدمه نتاع ليكزارسيس كامل وفان بور شنو معناها فان بور معناها راهي بوك البور تعمل لهنا يعني باش يبقى يعاود لك التريتمون هذه قداش من مره نمبر دو فوا نتاع البوك البور نتاعنا مثلا نفترضو 5 فوا كيما لي زومبل هاد يكمل يخرج من فان بوك يتعدى يتجاوز اذا ما كملش ديما يعاود ديما يعاود ديما يعاود جيس كاي يكمل البوك البور كامل هذه في الالغوريتميك في الالغوريتميك نكتبو فور اي دو فالور انيسيال ا فالور فينال البا نتاعنا كان باش نختاروها ان ولا دو على حسب البا في ونعمل تريتمون في البيتون ما تبقاش فور باش تولي لك فور اسم الكونتر نتاعك هو الاي ان رينج ولهنا شنو باش تحط في الان رينج باش تحط الفالور انيسيال نتاعك اللي حطيته انت في البور لهنا
الفالور فينا مثلا كيما الفالور فينا اللي احنا حاطين 5 في الالجوريثمين في ال فالور اللي هنا في الالجوريثمين حاطين 5 في الفالور فينا. في البيتون ما نحطش 5 نحط 6 هذيك علاش كتب لك فالور فينال بلس ان لانه اوتوماتيك في البيتون تخدم على التوني ينقص لك موانزا يعني انت كي تحط له 6 هو باش ياخذ 5 واضح هذيك علاش كتب لك فالور فينال بلس ان. زرقي للبا البا بار ديفو تتحط 1 اذا انت ما حطيتهاش البا لهنا هو باش ياخذها 1 اذا تحب انت تبدل فيها البا اش معناها البا قلنا احنا قلنا البا الايم الاول كي تاخذ اي هنا في الاكزامبل نتاعنا الاي من الاول مش ان الفالور اللي الثاني نتاع الاي شنو بلس ان هذيك البا تولي 2 بعد بلس ان هذيك البا الثاني باش تولي 3 4 5 نجم تبدل فيها في بلاصه اللي يقدم بالبلس ان يولي يقدم البلس 2 تحط في بلاصه البا 2 تتولي الاي في بلاصه تولي 1 2 3 تولي لك 1 ومن بعد 3 ومن بعد 5 واضح. لهنا باش ناخذ اكزامبل هذا اكزامبل هذا باش ناخذوه على التوني باش نزيدو نفهمو شوي لهذا بربي باش نشوف واش معناتها ما شكون قالوا لي نلقاو مشكله في الدخول في ال باهي يا جماعه اللي لقي مشكله في الدخول راهي عنده هو المشكله اللي انا دخلوا به جماعه حطيتو الجماعة ودخلوا امورهم مريض باهي نحل التوني باش نجربو باش اللي ما فهمش البا شنو هي ان شاء الله تو يفهمها تو ليه نحنا شنو باش نعملو هادي هي الالجوريثم هادي باش نبدلوها يعني باش نبدلوها على البيتون الفور شنو قلنا شنو تولي باش تولينا فور اي فور اي ان رينج هذا ما يتحفظوا رام دي موكلي لازمهم يتحفظ ش قلنا الكونتر متاعنا هو الاي مين يبدا من الان بعد نعمل فيرجيل وين يوصل للسانك في الالغوريتميك مي في البيتون ما نحط سانك نحط سيس والبا متاعنا بعد نحطها شنو نحطها ان دو بوان البا هي شنو الاي من الاول ما يبش تاخذ واحد الاي من بعدها دو تروا كي نحط لهنا دو تو نشوفو بعد في الاكزومبل الجاي باهي ونعمل هاك الفير الفير هادي في الالغوريتميك تولي دو بوان باهي لهنا باش نكرير في البيتون تولي تولي برانت برانت مثلا باش نكتب ميساج باش نعمل اوكي مثلا هذا باهي هذا نفسه هو بالطبيعة الالغوريتم لأنه ما يخدمش باش نعمل اكزيكسيون تاع الجو تاعي شنو باش نشوفو الاكزيكسيون شوف لهنا اش عطاك عطاك اوكي قداش من مرة 5 مرات علاش لهنا لانه هو الستة باش ينحي لها موانزا باش تولي 5 من الان لل 5 باش تخدم 5 مرات باهي هي توا لو عطيتو الان بدلت له البا بدلت له دو كيما قلت لكم الاصل الاي اش تتولي الاي الاولى باش تاخذ دو ومن بعد الاي الثانيه باش تولي 3 ومن بعد الاي الثالثه باش تولي 5 يعني 3 مرات الاوكي باش تظهر كيما لهنا واضح اواني عملت ليكزيكسيون من جديد شنو هو لهنا اش صار لهنا منين كانت الاي في الاكزامبل الاولاني منين كانت الاي الفالور نتاعها الاولاني 1 من بعد 2 من بعد 3 من بعد 4 من بعد 5 الاي اش ولد ولد الفالور الاولاني 1 من بعد 3 لاني ولد بلس 2 1 بلس 2 تولي 3 و 3 بلس 2 باش تولي لك 5 من بعد يخرج واضح هذا هو الفرق يعني البا نتاعك كيفاش يعني البا هي اللي تحرك بها الاي بلس قداش كل مره كي ما تحطهاش نجم ما تحطهاش لهنا كي ما تحطهاش هو ياخذلك يعني بلس ان يعني ان با بار ديفو او نيجي تخاف بار ديفو كي ما تحطش البا ياخذها بلس ان باهي واضح يا جماعة ثم شكون ديرو بروبليم تاع كونيكسيون واضح ولا ثم مشكلة في واضح مسيو باهي مسيو الحصة هادي مش تهبط على اليوتيوب اي الحصص الكل ان شاء الله باش نهبطو على اليوتيوب يعني انتوما حسب السيونس هذه يا جماعه حسب السيونس هذه يعني اللي قريناه اليوم باش نقروه اليوم قولوا لي تحبوا
تكملوا في الجروب هذا، وإلا تخرجوا من الجروب هذا تبدو أزيرو، باش كل واحد على الأقل يعرف روح. السيونس هذه كما قلت لكم السيونس هذه جراتوي، نبدو من السيونس الجاية تنبرمجوا دي سيونس فري. يعني هذه كل واحد يعرف روح، كان لقى روحه قاعد يفهم ومريق يكمل في الجروب هذا، كان لقى روحه مازال ناقص وضايع يقول لي تنحط في جروب آخر نبدو أزيرو، يعني من الأول بالكل. تنجمش المشكله في الجماعه، انا ما يقلقنيش حتى اربع سيونسات في الاسبوع، انا ما عنديش حتى مشكله نشوف مع الجماعه كان دبرنا جروب نعمل حتى دو سيونس عادي، كي ما دبرناش هذيك لازم يعني ما نجمش طريق واحد دو سيونس معنا واحد، لازم نشوف الجروب ومن بعد نبرمج ان شاء الله. بيه عطيك لنا اكزرسيس، اكزرسيس 25 شو قالك بويسونس دو لا بوكل بور، يعني لهنا باش تخدم لي اول بريمير مون دوني الالغوريثم بيرميتون دافيشي لو مون بونجور 20 فوا على ليكرون. بيه ايش قالك لهنا في الاكزرسيس الاولاني في الكيستيون 1، اعطيني الالغوريثم باش تعمل به بيرميتون افيشي. باهي يا جماعة، وين تلقى كلمة افيشي راك باش تستعمل الموكلي اكرير، راك باش تستعمل اكرير يعني راك باش تافيشي. اش معناها افيشي؟ راك باش تافيشي حاجة على الاكرون باش تشوفها على الاكرون. شنو باش تافيشي؟ باش تافيشي كلمة بونجور قداش من مرة؟ 20 مرة. مادامنا نعرفو نومبر دو فوا نومبر دو ريبيتيسيون قداش باش تعاود المرة، دونك البوكل انهي البوكل بور. دونك شنو باش نكتب؟ باش نجي باش نخدمها لهنا، باش نكتب بور اي دو ان ا فان، لان هو قال لي 20 مرة بور اي دو ان ا فان فير. وشنو باش نعمل؟ وشنو باش نعمل الداخل؟ باش نافيشي. وين يقولك افيشي؟ راك باش تستعمل كلمة اكري هادي افيشي. شنو؟ باش نافيشي كلمة بونجور على الإكران. دونك تكتب كلمة بونجور أونتر دو كوت، ما تنسوش شكل دو كوت. إيش معناها دو كوت هذا؟ دو كوت هذوك معناها راهو ميساج، راني باش نافيشي ميساج على الإكران، يعني كلمة ولا جملة ولا باراجراف نحطها أونتر دو كوت، وإلا سامبل كوت. كي تبدا بالدوبل كوت كامل بالدوبل كوت، إذا حطيت سامبل كوت من الأول يعني كوت واحدة، سكرها بالسامبل كوت في الأخر. باهي، من بعد تعمل الفانفور نتاعك. هذا الكيستيون لولين، يعني شنو هو هيك؟ يعني مسيو نعم، علاش هنا ما حطناش فيرغول اي في الاخر بعد بونجور؟ ما هو في الاكزومبل هذاك جيست هو حط لك الاي، هذاك في الاكزومبل نتاعو، هنا ما عندها حتى دخل الاي، مش لازم هذا، جيست هو اختار قبيلة اختار افيشاج، حب يعطيك الافيشاج، مي نحنا شنو قالنا افيش؟ قال لي افيشي كلمة بونجور فقط، واضح؟ لو قال لي كلمة بونجور وقدامها ارقام نتاعها، يعني ما نحن باش نافيشو بونجور قداش من مره 20 مره مثلا، نفترضوا قلنا افيشي لي كل كلمه بونجور افيشي لي الرقم نتاعها، معناها الاولى تحط قدامها واحد، الثانيه اثنين، الثالثه ثلاثه، تحتها الرابعه اربعه، يعني بونجور كات بونجور سان بونجور. وقتها شنو تعمل لهنا؟ كي تعمل بالدين تعمل اي كما قلت انت تاك. واضح؟ دونك لهنا جيست كلمة بونجور قالنا افيشي، ما قالكش افيشي الكلمة ومعاها قداش رقمها. مسيا علاش ما حطيناش بور اي دو زيرو ادي دناف؟ عادي هاني جيت باش نقول لك عليها تو، تنجم تعمل عادي. اش قلنا قبيله؟ قلنا النيميرو انت راك مخير، تنجم تحط من صفر لتسعة ما يقالكش زوز حال. نجم زادة تخدم تحط حتى من 5 ل 25، ثم حتى فرق. أما باش تكون واضحة العملية حط حاجة سهلة اللي يشوفها يفهمها طول، من 21 وإلا من 0 ل 19. المهم النومبر دو ريبيتيسيون يعني 20 مرة، كي تحسب من إلى هذيك من 1 ل 20 باش تلقى 20، 20 مرة باش تتعاود العملية. باهي، هذيك الكيستيون الأولاني. الكيستيون الثاني قالك موديفي الألغوريثم بريسيدون
pour qu'il affiche le même bonjour 2000 مرة المرة دي. جيستك العشرين اش تتولي؟ تتولي 2000. شفتك العشرين هذي اش تزيد زوز اصفار؟ واضح يعني في بلاصة لا يفيش هلك 20 مرة برك الفالور فينال باش يولي 2000. لو جيت قلت لكم اكتبوها لي في البوك البور في البيتون هذي على التوني اش تولي لكم؟ لهنا في الألفين باش تولي 2001 ما تخلوهيش 2000 لأني ديما لازمكم تزيدوا في البيتون توني لازمكم الفالور لهذا تحطوه في 1 دونك 2000 تتحط 2001 ده هذا بالنسبة للإكزرسيس 25 الإكزرسيس 26 اش قالك لهنا Donner l'algorithme puis le script Python permettant de calculer et afficher la somme des 100 premiers entiers. Les 100 premiers entiers, on va changer. Les 100 premiers entiers, on va changer. هما من واحد للمية يعني شنو باش تعمل انت واحد مع اثنين مع ثلاثة مع أربعة مع خمسة مع جيسكاوين مع 100 اخر فالور هذا شنو طالب منه اش قالك قالك بيرميتون دو كالكيلي باش نجمع وباش نافيشي اش معناها نافيشي معناها راي اكرير يعني ريزلتا باش نافيشيها في الاخر شنو باش نافيشي الصوم نتاع لي 100 برومي اونتي من الواحد للمية يعني واحد مع اثنين مع ثلاثة جيسكا 100 هذا باش نجمعهم وباش نافيشي في الاخر بالاكرير الريزلتا نتاعي كيفاش نخدمها هي دونك ما دامني الفالور انيسيال نعرفو انه هو واحد والفالور فينال انه هو 100 نجم نستعمل البوكل بور كيفاش باش نستعمل باش نكتب بور اي دو ان ا 100 في واضح لهنا هذيا باش نحرك بها الاي يعني الاي الفالور انيسيال نتاعها شنو واحد بعد باش تاخذ 2 بعد باش تاخذ 3 بعد باش تاخذ 4 باه توا شنو لازمني لازمني حاجه باش نجمع بها الان بلس 2 بلس 3 بلس 4 دونك وين عندنا الصوم يا جماعه هذه ديما شفت الحوايج اللي نعطيكم فيها توا دي تنفعكم في الريزونمون انفورماتيك يعني كل اكزرسيس تشد منه حاجه باه وين عندكم اكزرسيس يقول لك احسب لي الصوم نتاع حاجه شنو تعمل اول انستركسيون تحط اس رسوا 0 اش معنى اس رسوا 0 يعني لازمك ديكلاري فاريابل شنو باش تحط فيه الريزلت نتاعك بوتنسياليزيه علاش حطيته صفر لانه الاليمون ناتر نتاع الصوم نتاع عمليه الجمع الاليمون ناتر هو شنو هو صفر دونك تجي فاريابل تكتب فيه اس رسوا 0 وانت باش تستعمل الصوم ما ياثرش ما يغير حتى شيء دونك الفالور وين يقول لك كالكيلي لا صوم في اي اكزرسيس راك اون جينيرال راك باش تستعمل انسياليزاسيون اس رسوا 0 مش لازم اس اي فاريابل تحب تستعمل جيس نحنا فاريابل سينيفيكاتيف يدل على الصوم اس رسوا 0 من بعد فصل البوك البور شنو باش تعمل مو لازمنا الاس هذاك من الاول صفر شنو كل مره باش نزيدو الاي نحنا نعرفوها الفالور اي نتاعها الاي من الاول شنو من الاول واحد بعد اثنين بعد ثلاثة بعد أربعة جيسكال وين باش يوصل آخر فالور نتاعو مش المية باهي لهنا كيفاش نحط الفالور الجديدة الإي واحد في الإس باش نعمل إس رسوا شنو إس بلس إي بلس إي اش معناها إس رسوا إس بلس إي مع الإي نحنا الإي الأولى أول إي هي شنو هي واحد ولا الإس كانت فيها صفر ولا كي نزيدها كل واحد شتا يتحط فيها يتحط فيها الان اواني اس اول اس باش تحط فيها الواحد اواني الاولاني من بعد هل اني باش نخرج نعمل فامبور ما هو لهنا باش نعملو فامبور ولا ديما نسكرو البور نتاعنا في الاخر بالفامبور مشني باش نخرج باش نزيد نرجع للبوك البور الاي الثانيه قديش الاي الثانيه هي دو شنو باش يعمل الاس القديمه شنو فيها الاس القديمه فيها ان اللي تحطت لولا A plus الإي جديدة تاو شنو دو ثانية دو plus أن plus دو قديش باش تعطيني تروا وين باش نحطها تروا باش نحطها في الإس يعني الإس شو ولد فيها تاو الإس ولد فيها ثلاثة اللي هي ثلاثة هي شنو مع شنو
هي واحد مع اثنين، يعني زوز الولا تو نجمعت. بي الاي الثالثة شنو؟ تروى الاي تروى، يعني البوك الفور، مش نقولنا الاي تقدم من الواحد اثنين ثلاثة اربعة كل مرة تقدم، هذا كاليش الاي الثالثة مش نزيد بليس ام شوالي تروى. بي نفس العملية الاس رسوى اس بلس اي، الاي جديدة شنو توفاه تروى ولا؟ والاخر اس جمعناها شنو؟ قلنا راي ثلاثة، ثلاثة مع ثلاثة اشتجي ست، دونك الاس الجديدة باش تاخولك ست. كي نجو نشوفو نحنا واحد مع اثنين مع ثلاثة قديش؟ ست. ونحنا ماشيين جيس كان نكملو البقية الكل وين نوصلو انو الاس تعطينا فيها النتيجة. دونك الصوم نتاع اي حاجة يعطيها لك الاكزرهيز هذا اللي ما فهموش مش مشكل، شنو تشد فيه يا جماعة؟ شنو تشدو في الاكزرهيز هذا؟ مش احفاظ البروغراماسيون جيس، انا باش نعطيكم شنو تشدو. علاش تم شكون منكم باش يلقى صعوبة من الاول ومش باش يحس روحو ضايع طول؟ لانه ما عندوش ريزونمون من الاخر. ريزونمون شنو يكتسبها مع كثرة ليزيكزارسيس وكثرة يعني قد ما يفهم ليزيكزارسيس قد ما يكتسب طريقة تخمة باهي. دونك شنو تشدو لهنا؟ يقولك افيشي شد اني نقصد بها اكريب، هذه اول حاجة. ثاني حاجه كيقول لك كالكيلي لا صوم شنو تشد؟ تشد انك باش تعمل انسياليزاسيون تاع فاريابل ا زيرو وفوسط البوكل نتاعك باش تعمل اس رسوا اس بلس حاجه ما يهمنيش فيها الحاجه هذه باش تبدل. مي انت راهو كيبالك عندك صوم باش تنسياليزي البر البرا من البوكل ا زيرو اس رسوا اس بلس حاجه. ما علاش حطيت هالحاجه دي؟ اي حطيتها لاني اصلا هو جاني باش نجمع لي صون بريمي اونتي، معناها من واحد للمية، واللي باش نجمعهم وين موجودين؟ في الاي، معناها الاي راهي قاعده تتحرك لي المره الاولى باش نجمع واحد مع اثنين مع ثلاثه مع اربعه مع كي نحط الاي هنا الاي بطبيعتها هي قاعده تتبدل. المره الاولى واحد باش نجمع مع واحد، المره الثانيه باش تولي لي الاي اثنين باش نزيد اثنين، بعد باش تولي لي ثلاثه باش نزيد داك ثلاثه. وين تخزنهم العمليه؟ وين تخزنها هذه الكل؟ مخزنها في الاس اللي هو الفاريابل اللي باش نحط فيه الصون ريزلتان تاعي. هكا باش نكون عملت اكسبليكاسيون في بالي بسطتها على حتى كي تكون مش فاهم. هاني قلت لك شد اش معناها افيشي اش معناها صون؟ صون انك لازم تعمل اس رسوا زيرو والا اي فاريابل اكس رسوا زيرو واس رسوا اس بلس حاجه. هذه ديما وين يقول لك في اي اكزرسيس فيه كالكيلة متاع الصوم راك باش تعمل العملية هاذي. باهي نواصل توا. رمارك شبالك لا فونكسيون بيتون رينج يقصد بها البوكل فور كريي ان كونتور كي سانكريمونت او سي ديكريمونت اوتوماتيكمون. باهي شمعنى الكلام هاذ؟ شقولنا نحنا في الاكزومبل في البوكل فور؟ البوكل فور الاي من اللول كي تقولو انت اي من الان للصوم الاي ماي باش تاخو ان، من بعد بطبيعتها اوتوماتيك باش تزيد بلس ان، من بعد باش تزيد بلس ان دو تروا كات سان. هل انك انت قاعد تزيد فيها الاي؟ لا، هي اوتوماتيك تزيد تعمل تنكريمونت يعني تطلع. اش معناها انكريمونتاسيون؟ يعني الاي نتاعك قاعده تزيد بلس ان اوتوماتيك، مش كنت انت كشخص ما عندك حتى دخل في الزياده نتاع الكونتور اي، يعني هو يزيد واحد. في لي بوكل ريبيتي وطون كو لا لانكريمونتاسيون تاع الاي تصير مش اوتوماتيك، اذا ما زدتهاش انت يبقى حبس. دونك الفرق الثاني ما قلنا الفرق الاولاني تاع البوكل فور والريبيتي وطون كو قلنا الفور نعرف قديش من مره باش نخدم من الاول، الريبيتي وطون كو ما نعرفش، نبقى نعاود 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 جيس كان نوصل للنتيجه نتاعي حاجتي باهي. الحاجة الثانية لهنا الفرق ما بين البوكل فور والريبيتي والتونكر هو في اللي قلناه تو في الانكريمونتاسيون تاع الكونتور. في البوكل فور تكتب جيست فور اي مين من الفالور انيسيال ا فالور فينال، هو باش يبقى يزيد لك الكونتور اي نتاعك يزيدها اوتوماتيك وحده. مي في الريبيتي والتونكر تو نشوفوها من بعد لازمك انت تنكريمونتي الكونتور نتاعك بيدك، ما تخليهاش هكاك لانه اذا ما عملتش لانكريمونتاسيون ما يزيدش في الريبيتي والتونكر. هذا الفرق الثاني. هذه الملاحظه هو نتاعو شي يحكي به. دونك الملاحظه نتاعو لهنا قال لك راهو في البوكل فور
لانكريمونتاسيون نتاع الكونتور والا ديكريمونتاسيون تصير اوتوماتيك بطريقه يعني اوتوماتيكيه، يعني هو اللي يعمل لانكريمونتاسيون زياده والا نقصه. ب اكزومبل الرينج ان، نفترضوا الان نتاعي لهنا ما عطاكش لهنا فالور مثلا عدد رونفوا ان ايتيراتور باركورون، يعني منين منين هذه. كي نحنا في الاكزامبل مثلا شوفوا الاكزامبل اللي خذيناه من بعد من ان 5 منين عمل لك لافيشاج، عمل لك الان 2 3 4 اي 5 لهنا منين لمنين لهنا في الرينج. رانا نخدموا بالبيتون، رد بالكم لهنا البيتون ديما ينقص ينقص الان، مش نقولنا الفالور فينال ينقص له موان زان. دونك الان هذيك كي تحطوا انت ان الفالور فينال هو الان موان زان، ديك علاش حط لك لهنا ان موان زان. باهي ملاحظه اخرى لهنا، نحنا في الرينج كي شفناها قبيله كيفاش شفناها، شفناها فيها قداش من بارامتر، واحد اثنين يعني الفالور انيسيال الفالور فينال والبام تاعنا. شبيه حط هالمره دي حط فيها وحده برك، باهي لهنا كي يحط لك فيها وحده برك اش معناها هذاك الفالور فينال راه واضح. وكي يحط لك فيها الزوز راهي الاولى فالور انيسيال والثانيه فالور فينال، كي يحط لك فيها ثلاثه راهي الاولى فالور انيسيال الثانيه فالور فينال والثالثه البا واضح. دونك لهنا كي نحط لك مثلا خلينا نعطيكم اكزامبل لهنا، كي نحط لك رينج 6 وبطبيعه كي يجيك لهنا يكتب لك لهنا الان فالور فينال راهو الفالور انيسيال باش يبدا لك من الصفر مش باش يبدا لك من ان ولا دو ولا كا. خلينا نشوفوا ليكزيكسيون لهنا مثلا باش نافيشي الكونتور نتاعي نحب نشوفوا منين باش يبدا. لهنا كي نكتب له فور اي الكونتور نتاعي منين حطيته بارامتر واحد اش معناه هذاك الفالور فينال نتاعي اللي باش يوصل بطبيعه مش باش يوصل للسته باش يوصل للخمسه. ومنين باش يبدا كي ما تحددلوش هو منين باش يبدا باش بار ديفو يبدا لك من الصفر. كي نعمل ديكسيون هنا شفت شعطاكم صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، علاش ما وصلش للستة؟ لأني قلت لكم ديما ينقص الفالور فينال ينقص الموانزا. باهي توا كي نحط له صفر فاصلة اش معناها؟ معناها راهو باش أبدالي من صفر وإلا نبدل واحد مثلا، أبدالي من الواحد وين توصل؟ توصل للخمسة ما توصلش للستة. كي نعمل لافيشاج تلقاه أول بدا من الواحد وصل للخمسة، تنجم راهو تبدل هنا. نجم نبدل مثلا من 3 يولي يبدلك من 3 جيسكا 4 اي 5. نفترضوا لهنا حطيت بارامتر ثالثة جيت قلت له نحب من 2 ولهنا باش نبدلها 0 اش معناها؟ معناها الفالور انيسيال يبدا من 0 الفالور فينال هو 5 والبا باش تزيد بليس 2 اش معناها؟ معناها 0 الكونتور اي من الاول باش ياخذ 0 من بعد باش ياخذ 2 من بعد باش ياخذ 4 من بعد يخرج. كي نعمل ليكزيكسيون اش عطاك؟ صفر دو كات. شنو علاش ينقص لهنا؟ لاني قلت له انا راهي البام تاعي دو، معناها الاي الاولى صفر الثانيه راك مش باش تعدى للواحد باش تعدى للدو بليس دو بليس البام تاعي. بي بي لهنا هذه كنا نفسروا فيها رينج ان ورينج ان ان ورينج ان ان تي فسرناها تو بطبيعة باش تزيدوا تفهموها من بعد باللي زيكزومبل وباللي زيكزارسيس راه لو نومبر لهنا ديتيراسيون دو لا بوكل فور اي نتوما قريتو في الماد نعطيكم تو لحظة قريتو في الماد حاجة يا جماعة نهزوا البوكل اكزومبل هذا الاكزامبل هذا شفتوا هذه كي نجي نقول لكم لهنا في البوك البور لهنا نقول لكم طلعوا لي نومبر دي تيراسيون نتاعها انتم قريتوا ما يسمى بالسويت في المات سويت يعني نومبر دي تيراسيون ولا نومبر دو تيرم كي نفكروها الان دي قديش يسد ديما الفالور فينال موان فالور انيسيال بلس 1 كي تجي تشوف لهنا الفالور فينال هو شنو؟ خمسة إلا الفالور إنيسيال مع واحد قديش باش تجيك؟ نحاها مضامة باش تجيني خمسة. دونك هذه هي القاعدة اللي عطاها لك تو. هاي لوطا اش قالك؟
النمبر دي اتيراسيون اللي هما النمبر دو تيرم نتاع البوكل فور نتاعك هي الفالور فينال الا الفالور انيسيال بلس 1 اون فالور ابسولي. ب الباج قالك الباج قالك بيتيتر بوزيتيف او نيجاتيف بار ديفو الباج ايتيغال 1 قلت لكم عليها الباج بار ديفو قديش تاخو كي ما تحطهاش ما تحددش الباج نتاعك ياخو بلس 1 لو باركور بيتيتر كرواسون او دو كرواسون. اش معناها الكلام هذا؟ معناها نحنا في البوكل فور نتاعنا يا جماعة ماي هذه هي البوكل فور نتاعنا إيه. كيما نجم نقدم كيما نجم نوخر. احنا في الكرواسون نتاعنا على شنو خدمنا؟ على شنو خدمنا؟ خدمنا شقولنا فور اي دو ان اسانك فيل شي يقدم لك هذه تتسمى كرواسون يعني واحد قاعد يقدم. ليه نجم زيد العكس دي كرواسون يعني تبدا من الخمسة جيسكا الان لكن الفال هنا باش تولي العكس باش تولي موازان مش ان يعني كل مرة تنقص من الاول باش ياخذلك خمسة من بعد اربعة من بعد ثلاثة من بعد اثنين من بعد واحد. دونك هو اللي هنا في اش قالكم في الملاحظة نتاعو قالك الباركور بيتيتر كرواسون يعني الدبي كي تكون اكبر من الفان راني قاعد نقدم والا دي كرواسون كي ذلك الفان نتاعك اصغر من الدبي يعني انت قاعد ترجع بالتوالي يعني يا كرواسون يا دي كرواسون. باهي باش نزيدو نفهمو الحديث هذا الكل تيوريك انا باش نخدمو بزيكزارسيس. باهي اكزارسيس 27 الفونكسيون نعم الفان اكبر من دبي كروسون مش دبي اكبر من فان. ما فهمتكش قوي صوت هي اللي كنا فيه تو كروسون الفان اكبر من دبي لا الاولى الفان اكبر من دبي هي هي الكروسون هو يمكن لهنا عملها غلطه شي معناها هي دبي اكبر من فان تتعكس هنا الاصل عمل وقت اللي يكون دبي اكبر من فان راني قاعد نقدم لان وقت اللي يكون دبي اصغر من الفان يعني لان اصغر وحده اصغر وحده اكبر في الكرواسون لازم الدبي العكس هذه تكون اصغر لهنا في الكرواسون يا جماعه الدبي لهنا مثلا من واحد نصلح هيك مش ما تزيد تضيع لهنا هذه هو في الكور عملكم غلطه لهنا في الكرواسون مثلا هذه دبي لازمها تكون مثلا اصغر من الفان مثلا نجي نقول له من واحد لست يعني اصغر لهنا في الاخرى الدبي تكون اكبر مثلا الدبي نتاعي خمسة والفان نتاعي واحد هذه باش يكون دو كرواسون يعني ينقص خمسة اربعة ثلاثة واحد واضحة العملية تو دونك لهنا في العادة كي نقول فور اي دو ان ان سانك الدبي نتاعي هي الان والفان هي السانك دونك قاعد نقدر ان دو تروا او اني كرواسون كي نجي نقول لك فور اي دو سانك ا ان قاعد نوخر دي كرواسون سانك دو تروا ان والا تروا دو ان. بي الاكزرسيس دو لين بالطبيعة باش نخدمو دي زيكزرسيس على الفونكسيون رينج اللي فهمناها تو Donc on vous demande de cocher la bonne réponse vrai ou faux pour chaque instruction et de donner le résultat correct si le résultat proposé est faux. B. لهنا الأولانية بالكل. بالطبيعة لهنا أنتم باش تشوفوا حسب رأيكم لهنا. مادام عطيني إليمون واحد يعني عنصر واحد في البوكل بور. شنو هو العنصر هذا؟ هو الفان تاعي. كنا نحكوا فيها تو. هو الفان تاعي. بالطبيعة مش الفان. فان وانزا. دونك لانه في البيتون ينقص موانزا دونك لهنا الاولانيه وكيما كي حط لك الفالور فينال دونك بار ديفول فالور انيسيال قلنا صفر دونك صفر واحد اثنين ثلاثه اربعه صحيحه هاي نحبوا نثبتوا نحنا نحطوها لهنا نحطوها في الـ في الـ في الطوني ونجر باش تزيدوا انتم تثبتوا هي صحيحه لكن نثبتوا نحنا مش نخسرين حتى شيء ايش قلنا نحن حطلت خمسة هون هنا خمسة ب
باش نفيش ونشوفوا الاي نتاعنا هاوين 0 1 2 3 4 يعني صحيح لو دوله شنكوشي بري. الثانيه شنو عطيك؟ عطيك دو بارامتر، عطيك الزيرو وعطيك الكاد. زيرو هو الفالور انيسيال مين باش نبدا، يعني باش نبدا من صفر. الفالور الثاني هو الكاد اللي هو الفالور فينال اللي هنا باش نقص له موانزان باش يكون دونك باش يوصل لي للتروا ما يوصلش للكاد. دونك الفالور اللي عطيهولك لهنا الكاد غلط. علاش؟ لانه الفالور فينال في البيتونش قلت لكم كي تحط له انت أربعة هو ما يوصلش للأربعة، يوصل للتروا. دونك الريزلت تاعنا الاصل تكون 0 1 2 3. كي نجيو نثبتوا لهنا تنحطك 0 فيرجيل ك باش يعمل لك من 0 لل 3 هاي. دونك غلطه الثانيه شنو الغلطه؟ تنحو الك فيرجيل ك تنحى بي. اللي بعدها لهنا فور اي ان رينج من 2 ل 5 اش معناها؟ الفالور انيسيال نتاعي من 2 والفالور فينال نتاعي باش يوصل ل 5 موان زان يعني باش نقص موان معناها 2 3 اي 4 صحيحة الثالثة. هذه نمشو كالعادة نجربوها 2 5 من غير لا نعمل 2 هذه 5 2 3 اي 4 صحيح. توا اللي بعدها شعطي فور اي ان رينج هذه الثلاثة الأولانيين شنوما؟ ثم انكريمونتاسيون للكونتور الملاحظة كالكرواسون يعني صار في 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 عد تصاعد نقولوا نحن كرواسون 1 2 3 4 5 مي توا مادام الفالور انيسيال اكبر من الفالور فينال دونك لهنا باش قاعدين نهبطوا هذاك علاش حاط لك الفا ايجال موان زان يعني باش ينقص. دونك الفالور انيسيال هو 5 بعد باش نقص 1 باش يولي 4 اي 3 اي 2 باش نشوفوا لهنا غلطه ولا لا حكايه يعني 5 2 موان زان حطوا لهنا 5 2 فيرجيل موان زان باش نعمل لا فيشاج اش عطاك لهنا 5 4 3 باهي. اش قلنا نحنا يا جماعه؟ اشنا قلنا ديما الفالور فينال في الكرواسون رد بالكم لهنا ملاحظه فيها هي معلق في الكرواسون اش قلنا؟ كذلك نحنا دو بي لهنا اصغر من فان يعني من واحد للخمسه اش نعمل الفالور فينال الاخرين نقصوا له موان زان. فنعطيه لكم باش تزيد تفهموني اكثر نعطيكم بالمثال تكون اوضح. كي نكتب لكم في الكرواسون يعني فور اي دو ان دو ان ا 5 والا فور نحن نحكمو بالبيتون فور ان رينج من 1 فيرجيل 5 دو بوان والاخرى هذه بطبيعتها كي نعمل الباش نكتب نكتب ان ونجم نعمل هيج زاد الان هو بطبيعته يمشي لي بلس ان. وفي لو قلبتها حاجتي بدي كرواسون اش نعمل؟ هذه باش نعملها 5 وهذه 1 والبام تاعي لازم نحددها بالموازنه معناها نقص باهي. الملاحظه مش لهنا، الملاحظه لهنا اش قلنا لكم نحنا؟ قلنا انه في الفالور فينال نتاعي كذلك هي كرواسون يعني قاعده تقدر اش نعملوا له الفالور فينال؟ نقصوا له موان زان يعني هو يكتب لك 5 راك باش توصل للأربعة. مي في الدي كرواسون لهنا في كرواسون 5 هبطت للواحد في الدي كرواسون الفالور فينال ما تنقصلوش 1 تزيد 1 يعني اش تيولي؟ انا كاتب 1 نكتب باش نوصل لاثنين واضح. دونك لهنا في الاكزارسيس نتاعنا اش عملك الفالور فينال 2 دونك نزيدوه بلس 1 لان هذا كرواسون شنو باش تولي باش يوصل من 5 ل 3 مش هذاك علاش هو عمل لك لافيشاج لهنا شنو 5 4 3. دونك لازمك تثبت في البوكل نتاعك فور نتاعك كاني هي كرواسون يعني قاعده تقد الفالور فينال راك تنقص الموازا كاني البوكل فور نتاعك قاعده تنقص يعني دي كرواسون الكونتور نتاعها ديكريمونتاسيون ثم ديكريمونتاسيون في الكونتور شنو باش تعمل للفالور فينال باش تزيدو بلس 1 دونك
مش باش يوصل للبيس دو، باش يوصل للتروا. دونك غالطه لانستيكسيون هذه، لهنا باش يعطيك 4 5 4 3 الدو هذه تنحى. اللي بعدها شنو قال لك؟ فور اي ان رينج دو 11 3. اش معناها؟ هذه كرواسون البوك المتاعك، معناها من الصغير للكبير. دونك كرواسون يعني الفالور فينال باش نقص من 1 زاد. دونك العمليه مين لمين؟ من 2 لل 10. ما يركزوا في البار 3 يعني باش ينقز لك من 2. وين باش ينقز؟ من 2 باش ينقز لل 5، ومن 5 باش ينقز لل 8، ومن 8 كي نزيدوها بليس 3 8 باش تولي 11. دونك خرجت من البوك يخرج طوب. دونك لهنا شنو باش تعطيني؟ 2 5 8 صحيحه. لهنا لو نجي نجربها 2 11 3، هذا الفالور انسيال دو، الفالور فينال اللي هو 11 والبا هي 3. كي نجي نعمل باش نلقاها 2 5 8. علاش؟ لانه الكونتور الاولاني الفالور انسيال نتاعو 2، وباش نزيدو البا بليس 3 اش تولي المره الثانيه؟ شولي لي 5. المره الثالثه 5 بليس 3 اش تتولي؟ تتولي 8. ونحنا الفالور فينال لهنا شنو؟ مش 11 10. كي نزيد داك الويت نزيدها بليس 3 تجيني 11، تخرج تفوت ال 10. دونك ما يحطهاش، لازم كان اللي تحت الفالور فينال والا مساوي للفالور فينال يا في شي. ما اذا تفوت الفالور فينال اللي حطوا لك 11 يعني فالور فينال 10، فالور 10 كينا ويت نزيدها 3 تجيني 11. دونك مش ما يتحطش. باهي نتعدوا اللي بعدها اللي هي هذه. لهنا الفالور انيسيال 10، الفالور فينال موان 10، والبان تاعي موان 5. باهي لهنا مادام يدي كرواسون يعني من الكبير للصغير، شنو البا هذيا باش تزيدها؟ شنو بالطبيعة باش تزيدها بلوس موان 5، مش باش تنقص. نحنا في العادة البان تاعنا 1 في الكرواسون، نقص موان 1، وكيظلك البان تاعي في الدي كرواسون 1، نزيد بلوس 1. لكن لهنا البا غير هذي. دونك في بلاصة هاك البا كنت نزيد بلوس 1 موان 1 في موان زان في الكرواسون، بلوس 1 في دي كرواسون. لهنا هذه دي كرواسون معناها من الكبير للصغير. باش نزيد هاك البان تاعي يعني موان 10، باش نزيدها شنو؟ موان 5 باش تتولي لي موان 15 الفالور فينال. خل نحطها لكم تو باش تزيد توضح لكم اكثر. اكيد ثم شكون ضايع معاه؟ شو قلت لكم؟ اول حاجه نطلعوا البوكل نتاعنا انها نعرفوا انها مش كرواسون هذه، لانه هذا 10 اكبر من موان 10. دونك الفالور مادام الانيسيال اكبر من الفينال، دونك هذه 60 بوكل دي كرواسون. اش معناها دي كرواسون؟ معناها قاعده وترجع في الفالور، مش يتقدم، قاعده وتنقص. مادام تنقص الفالور فينال نتاعي مش باش نقص له البا، باش نزيدو البليس با. يعني الفالور فينال نتاعي هي موان 10 بلس موان 5. تجيني هذي موان 5 مع موان 10 تجيني موان 15. موان 15 دونك البوكل بور مين باش تخدم؟ نعم شنو نزيدو؟ مش موان 5 راي البا راني باش نزيدو البا، مش باش نزيدو هذيك. وقتاش نزيد بلس 1؟ ولا لو ما حطيتش البا نتاعي، حطيتها 10 موان 10 ما حطيتش البا، شنو باش نزيد هنا؟ باش نزيدها بلس 1، لاني البا بار ديفو شنو؟ 1. تجيني موان 9. لكن لهنا راه حددنا البا، انت راك في الاون جينيرال في القاعده العامه نتاعك باش تزيد البا، مش باش تزيد بلس 1، باش تزيد البا. دونك موان 10 بلس موان 5 باش تولي لك موان 15 البا، يعني البا هي موان 5 باش تزيد البا اللي هي موان 5 باش تولي لك موان 15. الفالور انيسيال 10 والفالور فينال اللي هو موان 15. واضح؟ دونك هنا اول اي شنو باش تاخذ الفالور نتاع الاي الاولى 10 ولا الفالور الثانيه؟ ما انا باش نزيد كل مره نزيدو 5 موان 5 يعني موان 5 يعني كاني باش نقص. اش تتولي لي 10 الى 5؟ اش تتولي 5 5 الى 5 تتولي لي 0. 0 الى 5 تتوليني موان 5، من بعد تتوليني موان 10، من بعد موان 15.
دونك هذه هي 10 5 0 5 5 10 15. هذه هي الاصل اللي تركي الشهيرك على الايكون. ليه باش نجيو نثبتو فيها نحن باش نشوفو خدمتنا مريقلة ولا 10 موان 10 موان 5 10 موان 5 لهنا نحن شقولنا لحظة 10 موان 10 وحطلك موان 5 معه هكا زي شنو عن إشكالية هنا 10 موان 10 رينيش لحظة 5 0 5 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
موانديس في حدها موانديس وي تحبس حد هذا موان 9 تحبس موان 5 ليش مش موان 9 تحصلش موان 9 مش مدخل موان 9 اصلا يعني موان 5 ما عطيش موان 5 0 موان 5 موان 5 مريد دونك هو شنو عطيه عطيه 10 0 موان 5 فري دونك هذي فري ثلاثة يعني بل الأخرانية فري ب الأخرانية for e in range من 0 للان في فون مفهمتين نعم مفهمتين ب هذي نتعتو ايه ب الفالور انسال شنو نبدو مهندس ولا الفالور فينال شنو اللي هو مهندس هنا يتنقص انت الديس ما يبقى موان 5 يعني مش بريس بريس 5 موان 5 الديس او الفالور اللي شنو ديس او اني ديس ثاني فالور راني مش ني باش نزيد بموان بريس بريس 5 باش نقص موان 5 للفالور انسيال الديس موان 5 شنو باش تعطيني 10 إلى 5 تعطيني 5 قوي مبعد ولينا في 5 إلى 5 شنو باش تعطيني 0 مبعد 0 إلى 5 شنو باش تعطيني موان 5 باهي لهنا موان 5 كي نوصل موان 5 موان 5 باش تعطيني الدي سي بي هي لهنا ما لازمش يوصل للفالور فينال نتاعي واضح دونك لهنا ما تدخلش كيما لهنا شفت لهنا حاطين حديش هل أن وصلنا نحنا بالرغم أني الآخر فالور 8 مع 3 شنو جينا جينا حديش ولا 8 مع 3 جينا حديش لكن ما وصلناش عملنا لافيشاج نتاعو علاش لأنه ديما الفالور فينال ما يدخلش في لافيشاج في البوك الفور في البيتون بالطبيعة مش في الالجوريثميك في البيتون في البيتون هاك الأونز هادي شنو يصير لها ديما تنقص لها موانزا ما تفيشيش لحديش لو كتبت لو جي لهنا ما فيش يشوفها نبدل هيك نبدلك حاجة صغيرة فيها اللي هذي باش نعملها دوز في بلاصة تروى تيولي يفيشيلك تيولي يفيشيلك هذي باش نبدلها دوز شيولي يفيشيلك الأونز أوين لهنا شفتها ولا في شيء علاش لانه هو الدوز ما يوصلهاش اخر فالور نتاعو شنو هذا هنا الاونز الويت مع التروا تجيك اونز دونك يا في شيء اخر نفس الشيء في الاكزامبل اللي بعد لهنا كي نوصل موان 5 نزيد نقص له موان 5 بيجيني موان 10 اللي هي الفالور فينال اصلا ما نوصلوش دونك ما نفيشيش ديما الفالور فينال اللي نحطوه ما توصلوش واضح هذه هي القاعده اللي لازمنا نفهمها انه الفالور فينال في الاكزامبل الثاني مثلا اخر فالور وصلت له شنو مش الكات هذا غلط وصلنا للتروا في هذا في الاكزامبل اللي بعده الثالث وصلنا للكات في الاكزامبل هذا رجعنا بالتوالي بالطبيعه وصلنا لمين للتروا
لهنا وصلنا للثمانية، يعني شيء آخر بالر البا تروى آخر بالر هو العشر، دونك وصلنا للوي. لهنا وصلنا للموان سانك لأنه المهندس ما لازم شيء في شيء. واضح ولا؟ مش معناتها الفالور فينال عملت له إلا خمسة، لا يعني ولات موان 10 بلس 5 على ذاك عطتنا موان 5 آخر حاجة. لا ديما أخدم على الفالور الأخرانية. نحن آخر فالور، لحظة تنزيد نقصهم هذيك ونفسر لك هيك، رانا قاعدين نخدموا على الفالور الأخيرة نتاع نتاع البوك نتاع الكونتر إي. نعم نجمع البا مثلا موان 10 بلس موان 5 اسمع شو قلنا نحن هنا اول اي اول اي شنو اول اي باش تاخذها هي البيس الفالور نتاع البيس كي نقصوا له البا موان 5 تتولي بيس موان 5 تتولي دي 5 باهي من بعد ما نخدمش على البيس نخدم على 5 5 موان 5 تتولي 0 من بعد نخدم على 0 0 موان 5 تتولي موان 5 موان 5 اللي بعد موان 5 موان 5 تجيني موان 10 لهنا ما ندخلوش لهنا لأني آخر فالور باش نوصلو هو الموان 10 بلس 1 اللي هو موان 9 لهنا يعني لهنا الفالور اللي باش نوصلوه آخر فالور هو هيك موان 5 يعني 10 5 0 ناقص 5 كيما عملنا لهنا في الإكزامبل اللي قبله 11 موان 5 جتنا 10 اخر فالور كي يزيد بليس لوي يزيدها بليس تروى الفا هيك باش يلقى روحو في ال 11 فات ال 10 ما يفي شي هيش واضح نفس الشيء لهنا واضح يا جماعة ولا واضح باهي نتعدو سي الملك كيفاش نجمعو الفا نعم كيفاش نجمع البا؟ قلت لك كي تبدا دي كروسون نعملو موان 10 مع البا كيفاش سامحني؟ هوبا قلت لنا باش نجمع موان 10 بليس موان 5 داك احنا شامل في الكروسون وين كيما خدمنا الاولاني لهنا كرواسون الاولاني هذيك مريبله الاخرانيه سيب انا انت قلت لنا الفالور الفينال تزيد البا مش بلس 1 لحظه بربي سامح لهنا سامحني مش تزيد البا تزيد بلس 1 في الكرواسون في الكرواسون نقص موان 1 في البا في الكرواسون بلس 1 اعطيتكم معلومه غلطه ما تزيدش البا تزيد بلس 1 واضح نزيد البا في نكتب النمبر دي تيرم اعطيتكم الاول واضح يعني لهنا شفت انت المهندس زيدها بلس 1 علاش لاني دي كرواسون في البوكل وقت البوكل كرواسون شنو نعمل نعمل تيسا موان زان سامحوني موان زان كيما لهنا خلينا نعاودو ليكزومبلي لولا كرواسون شو عملنا وصلنا للكاد عملنا موان زان ثانية كرواسون وصلنا للتروا ثالثة كرواسون وصلنا للكاد اللي بعدها دي كرواسون وصلنا للتروا يعني 2 بلس 1 عملت بلس 1 أو وصلنا للتروا لهنا كرواسون وصلنا للبيس اللي هي ما وصلنا هيش بطبيعة وصلنا للويت يعني بيس فاتتها الأونس لهنا دي كرواسون
زيد بلس ان تتولي بمعنى دونك ما نوصلش. واضحة ولا؟ يا جماعة مسيو النمبر دي كان مش مقبول. شنو هو النمبر دي كان؟ ما سمعتكش قوي صوت. نمبر دي شنو؟ نمبر دي كان هو صوت محمد علي صوت كرو غير قوي صوت. مشكلة كي نجربوها مسيو ما تعطيناش الريزلتا صحيح. باهي شوف في الاكزامبل الاولين خلينا ناخذهم الكل نشوف الريزلتا نتاعنا واش تعطينا غلط ولا صحيح. شديلك هو ديالك الفالور فينال موان الفالور في انسيال بلس ان ولا موان ان ولا نفترض فين الفالور فينال نتاعي اللي هي 3 موان فالور انيسيال موان 0 بلس سامحني فالور هنا شنو 0 3 موان 0 بلس 1 تعطيني 4 فوا دونك مريت لهي. باهي نمشي لدي كرواسون هيك شنو فالور فينال دو موان 5 بلس ان اون فالور ابسولي بالطبيعة دو موان 5 تجيني موان 3 الفالور ابسولي نتاع 3 بلس ان تعطيني 4 كنشوف قداش باش تخدم لي الخمسة باش تخدم لي الكار باش تخدم لي التروا. سامحني لحظة 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 لا عطيت حاجة بالغلط هنا الفالور فينال مش دو الفالور فينال تروا لأني ديما نخدم بيه بلس ان لأن هذي كرواسون تروا موان سانك تجيني موان دو تجيني دو بلس ان تجيني تروا امريكا صحيح القاعدة. شنو الفيها غلط القاعدة في الكا نتاع 10 موان 10 وموان 5 باهي نجرب اول حاجه هذيك دي كرواسون باهي فالور انيسيال ديالك الفالور فينال اللي هو موان 10 اش قلنا نحنا زيدو في موان 9 فالور فينال على كمان 9 موان الفالور انيسيال ديالك دي فالور فينال موان 10 بلس 1 موان 9 نطرح منها الفالور انيسيال موان 10 باش تجيني هذه تجيني 19 بلس 1 تجيني 20 دي لهنا 20 هذه الفا بالطبيعة الفا يا جماعة هذه النمبر دو تيرم راي بالنسبة للبا البا نتاعها شنو هذه العشرين تيرم مونزان لا بالنسبة للبا صحيت مونزان ولا ان اما هو تفرق راي من البا هذه مونزان مش تجيك عشرين تيرم فهمت ولا دونك العشرين هذه بالنسبة للنمبر دو تيرم نتاع سويت البا نتاعو ان يعني نقولوا نحن الريزون تاعو ان فهمت شنو المشكله اللي ضيعتك انت اي فهمت اي يعني الاشكاليه لهنا فك الموان ساين كي تجي انت باش النتيجه نتاعنا قداش لقينا من تيرم لقينا 4 تيرم يعني ال20 هذه كي تنقص موان ساين
تجيك 15 نقص موان 5 تجيك 10 نقص موان 5 تجيك 5 تحتس يعني في الليكات رمضان أصلا. أما نحن اللي نختم فيه القاعدة دي بالنسبة للترم شنو نوبر دو ترم يعني الفان تاعي فردي فو دي القاعدة تاع فردي فو ترم اللي هي الفان تاعي قال أم. لكن إذا أنت مشيت بفا أخرى مش باش تعطيك نفس اللي تير مستحيل. فهمتك بشير بيه نتعدوا كل الاخرانيين for e in range 0 لين اللين هذه لازمنا نعرفوا هي شنو هي اللونجر متاع الشين اللونجر اشتعطيك اللونجر يعني الشين متاعي قديش فيه من كاركتر يعني احسب قديش فيه من حرف بلغة اخرى 1 2 3 4 5 6 حروف يعني في بلاصة اللين هذه كل باش نحطوا 6 يعني من 0 ل 6 من 0 ل 6 معناها راني باش نبدا من 0 وباش نوصل لل 5 أواني صحيح 0 1 2 3 4 5 دونك هذي 3 نتعدوا الاكزرسيس اللي بعد ولا نتعدوا شكون عنده كيستيون في الاكزرسيس اللي فات لما حط احد عنده كيستيون واضح L'exercice 28. Donnez un script Python qui permet de saisir une chaîne de caractères. Supposons un nombre. Ce programme doit par la suite calculer afficher. Botel comme afficher manière avec le stam l'instruction écrite. Je ne vais pas afficher le nombre de voyelles qui se trouvent dans la chaîne CH. Bien, c'est l'exercice. Maintenant, qui est l'exemple de la théorie de اول حاجه لي فويل في في الفرنسي شنو هما الا والا والاي والاو والاي والاي عندنا 6 فويلات دونك انت شنو باش تعمل باش تحسب النمبر دو فويل الموجودين في الشين عندي ا 1 عندي الاي 2 عندي الا 3 عندي الا لهنا 4 وعندي الاي ماجسكيل الاخرانيه هي 5 دونك البروغرام شي افيشي لا شين انيس الباهي كونتيان قداش من فويل 5 فويلات 5 فويل دونك شنو البيت نتاع الاكزارسيس هذا انك باش تعمل سيزين تاع شين تاع اسمك ولقبك مثلا شين معين اي حاجه تحب عليه جمله ولا وشنو باش تعمل باش تبارك وراها من الاول للاخر باش تبدا من اول كاركتير لاخر كاركتير وين تلقى فويل تعمل كونتر بليس 1 دونك شنو باش نعملو لهنا باش نفسر لكم شنو اول حاجه الكلمات المفتاحيه لهنا باش كي يجيكم اكزرسيس اي اكزامان تعرفو كيفاش تخدمو اول حاجه شقالك قالك باش تخدم سكريبت بيتون معناها مش باش تخدم لو الغوريتميك شنو باش يعملك سيزي وين تلقو كلمه سيزي اش معناها يا جماعه راك باش تعمل بير فاريابل مثلا باش نسميه لير سي هاش دونك كي نقول كلمة سي زي راني نقصد بها لير يا جماعة باهي كالكيلي افيشيش قلتلكم افيشيش معناها معناها راي اكرير يعني باش نعمل افيشاج على ليكرون باش نعمل افيشاج متاع حكاية شنو باش نافيش نومبر دو فوايي دونك سي زي نقصد بها لير ولا افيشاج نقصد بها اكرير مي لهنا اول حاجه شنو هي لي سيزير ان شين دونك نكتب لك سيزي لير سي هاش باش نخدمها الغوريتميك ومن بعد باش نحولوها بيتون اول انستركسيون باش نقرا الشين نتاعي اللي هي سيزي تاع الشين هاوني عملت لير سي هاش اش معناها هذا يتسمى عملت سيزي اش معناها سيزي يا جماعه سيزي معناها انت راك باش تدخل حاجه ابارتير من الكلافي باش نكون واضحين سيزي معناها راك باش تكتب بالكلافي باش تدخل حاجه للبروغرام نتاعك كي نكتب له نا لير سي هاش شنو باش يعمل شنو باش يصير باش نمشي يستنى كنت باش تكتب حاجه نفترض كتبت شادي زينوبي الشادي زينوبي الفالير اللي حطيتها هنا كتبتها بالكلافي هذي وين باش يحط هذي باش يحط هذي فك الفاريابل اللي حطته له سميته له نا سي هاش دونك الريزلت اللي باش نلقاه من بعد باش نلقى شنو باش نلقى سي هاش ايجال
محطوط فيه لاشين شي دي زينو. هذه اش معناها سيزي او الانستركسيون، عملت لي سي هاج بي. من بعد اش قال لك؟ قال لك نحب نحسب نومبر دو فويل الموجودين في الكلمه اللي دخلتها في الجمله ولا في الشين اللي دخلته به. كيفاش باش نخدم العمليه هذه؟ باش نبدا ابارتير من الكاركتر الاولاني سي، هل انه فويل سي؟ لا. الهاش هل انه فويل؟ مش فويل. الاو فويل؟ فويل. نحطو نقول واحد، راني لقيت واحد. الدي فويل؟ مش فويل. الاي فويل؟ لقيت واحد اخر بليس ان نولي دو. الزيد مش فويل. الاي فويل نولي تروا. الان فويل؟ لا. الاو فويل؟ وي. كار الاو فويل نحط 5. البي لا. الاي فويل نحط 6. دونك النتيجة متاعي هي 6. يعني باش نبدا مشان متاعي من الاول جيسكا نوصل للاخر نحسب قديش عندي من فويل. شفتوا البرانسيب تاع تقولكم؟ يعني باش نبدا ابارتير من الكاركتير الاولاني. الكاركتير الاولاني لانديس نتاعو شنو؟ بوزيسيون نتاعو الاولانيه شنو؟ 0. لانه ديما قلت لكم لي شين دو كاركتير لي بوزيسيون يبدا يرقم لك من اول كاركتير البوزيسيون نتاعو 0 في الشين. من بعد الهاش بوزيسيون نتاعها 1، من بعد 2، من بعد الدي 3، الاي 4، وانت ماشي. والكاركتير الاخراني شنو هو الانديس نتاعو يا جماعه؟ الانديس نتاعو القاعده العامه لانه اللونغور نتاع الشين موانزا. هذه تحفظوها ديما وين تحب تطلع البوزيسيون نتاع اخر كاركتير في الشين نتاعك هي اللونغ سي هاش نتاعك موانزا. يعني نحنا مادام نعرف منين باش نبدا ومنين باش نكمل، انهي البوكل اللي نستعمل؟ نستعمل البوكل بوك. دونك لهنا باش نباركور ايش نكتب؟ فور اي دو زيرو البوزيسيون تاع اول كاركتير ا لونغ سي هاش موانزا سي. شنو باش نعمل لهنا؟ بطبيعة دي الانستركسيون الثانية خلينا نحطها لهنا. اش عملنا نحن؟ باش نبدا نقارن هل انو سي سي تان فويل. كيفاش نعملها العملية هيك؟ نقول سي السي كيفاش نطلعها؟ الكاركتير سي هو سي هاش دو اي ولا؟ هل انو سي هاش دو اي كيفاش نقول انو موجود في الفويل؟ نقول دون ابارتيان والا ابارتيان دو صحاب. ابارتيان شنو؟ للانسومبل هذي اللي هي الا فيرجيل لازمك تعملها بال مينسكيل ومالسكيل، والا تو نشوفو بعد طريقة اخرى ابسط. ال اي فيرجيل والا الاو والا الاي ب قلت لي علاش عملنا سي هاج دو اي؟ باهي فسرلك علاش عملنا سي هاج دو اي. احنا كنكتبو مثلا لاشين سي هاج حطيت فوسطو شي اول كاركتير البوزيسيون تاعو شنو؟ صفر. الثاني واحد، الثالث اثنين، ثلاثة أربعة. هذاك هو. ما تقوليش علاش بديت من صفر لأنه البوزيسيون تاع أول كاركتير تبدا من صفر نتاع الشين بالنسبة للشين دو كاركتير. باهي باش نطلع هي البوزيسيون هي تتسمى الإي. شفتها كالإي هذي؟ هذي هي الإي البوزيسيون تاع. يعني كي نجي نقولك البوزيسيون تاع الهاش قداش قولي واحد، البوزيسيون تاع الأو قداش؟ دو. باهي كي نجي نقولك أعطيني الأو وإلا الكاركتير البوزيسيون تاعو دو شنو باش تقول لي؟ سي هاش
دو دو. سي هاج دو دو هو شنو؟ هو الكاركتير اللي البوزيسيون تاعو دو وين في الشين سي هاج. كي نقول سي هاج دو دو شنو؟ يعني نقصد كاركتير او. كي نقول سي هاج دو تروار نقصد شنو؟ كاركتير دي، يعني الكاركتير دو لا بوزيسيون تروار دون لا شين سي هاج. يعني كي نكتب لك سي هاج دو اي معناه؟ معناه الكاركتير البوزيسيون تاعو اي دون لا شين سي هاج. واضح؟ ان شاء الله تكون واضح. نجم نعمل سي هاش دي زيرو نفس شنو؟ سامحني ما فهمتكش. نعوض سي هاش دي إن نجم نعمل سي هاش دي زيرو. لا لا، علاش ما نعملش سي هاش دي زيرو؟ لأنك أنت سي هاش دي زيرو راك باش تسكي كان الكاركتير الأولين، زيرو راهي لانديس نتاع الكاركتير الأولين، ونحن قداش من عندنا من كاركتير في الإكزامبل نتاعنا؟ عندنا الاولاني 0 هذاك 1 وهذاك 2 وهذاك 3 وهذاك 4 الاسباس 5 6 7 8 9 لازم نجربوهم بالواحد بالواحد. دونك كي تجي تكتب لي انت سي هاش دو 0 تسكيك لي كاركتر الاولاني برك، ونحنا اش حاجتنا؟ علاش قاعد نحرك فيها انا الاي؟ نحرك فيها بالنسبه للاولانيه باش تاخذ البوزيشن تاع الكاركتر الاولاني، من بعد باش تولي 1 تتعدل البوزيشن تاع الثاني، من بعد 2 باش تعدل الثالث الرابع تنجيسكا بالبوك الفور قاعد نحرك في البوزيسيون تاع لي كاركتير. واضح؟ فهمتني تو ولا؟ على موانزان مسيا موانزان باهي، خمسة نفسر لك موانزان. نشوف ونرجع لإكزامبل نتاعنا شادي لهنا. كي نقول لك احسب لي اللونغور نتاع الشين نتاع اللونغور شادي، اش تقول لي؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كاركتيرات ولا؟ هكا؟ أي خمسة. ونحن وين وصلنا؟ أربعة. دونك خمسة موانزان جي كات، هذيك علاش لازمك تنقص من اللونغور موانزان، لأن اللونغور باش تعطيك تفوت حرف، تفوت حرف. علاش فاتت حرف؟ لأن نحنا بطبيعتنا نبدو من الصفر. أي فهمتك. يعني أنت كي تعمل اللونغور نتاع الشين ما باش تحسب لك قداش من كاركتير في الشين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونحنا آخر كاركتير كات. دونك تحط له أنت اللونغ وما تنحيشك الموانزان هذا. كي تنحيه الموازن باش يجيك في 5 اللي هو كاركتير مش موجود. دونك كي تعمل الموازن تجيك اخر كاركتير. مسيو باش نحيو اللي كاركتير ماجوسكول ومينيسكول نعوضوها بالماجوس نحطوها قبل السي هاش ولا قبل اللونغ؟ صحيح، هذيك الطريقه الثانيه. انا حبيت نسهل لكم باش ما نزيدش فونكسيون جديده، عطيتكم كل الكاركتير عاودته مرتين، يعني ماجوسكول ومينيسكول. نجم انت العمليه هذه اش تعملها؟ بدلها به، تكتب ماجيس وتحط سي هاش دو اي ابارتيان لشنو؟ تحط كان لي كاركتير ماجيسكيل، ا ماجيسكيل فيرغيل او ماجيسكيل فيرغيل ا ماجيسكيل فيرغيل ايغريك ماجيسكيل فيرغيل او ماجيسكيل وفيرغيل U ماجستي وتسك. عندك طريقتين، يا الطريقة هذه يا الطريقة دي، باش تتجنبك المينيسكيل تعود. بس يعني دو ميثود عندك، نحنا جي استخدمنا بهذيك. قلت خايف معناها تنجم تكون أبسط باش ما نبقاش ندخل في دي فونكسيون أخرين. ب لهنا سي هذيك كان سي هاش دو اي موجوده، الور شنو باش نعمل؟ لهنا بالطبيعه قبل السي مادام نحنا شنو باش نحسبوا لهنا؟ ثم صوم نتاع كالكيل نتاع صوم المره الاولى. كي نلقى فوايي باش نزيد بلس 1 لشنو؟ باش نحط مثلا صوم اس رسوا 0، هذه باش الريزلت نتاعي شنو باش نحط فيها الصوم؟ باش نحط فيها الريزلت الصوم نتاع لي فوايي قداش من واحد، وين نلقى فوايي نزيد بلس 1. دونك شنو باش تعمل؟ اس رسوا اس بلس 1 اس بلس 1، بعد تعمل فانسي، بعد تعمل سامبل. واضح يا جماعه ولا؟
يا جماعة واضح ولا؟ إيش اسم ها؟ نجم تعود لي اس بلس ان بربي كي تتكلموا ما تحشموش قوي صوتكم راني نسمع فيه بالسيف الصوت نتاعك قوي الصوت ليه نعاود لك الاس بلس ان احنا ايش قلنا الكالكيلو نتاع الصوم نتاع الفوايير احنا شنو باش نعملوا من الاول نفترضوا الصوم نتاعي راني ما عندي حتى فوايير هذه ايش نقصد به اس سوا زيرو نقصد به راني ما عندي حتى فوايير نفترض سيبوز هذه ديما عندكم في المات يقول اون سيبوز ك الحاجه هي نحنا باش نسيبوزو انه ما عندنا حتى فوايير باش نبدا نباركوري بالبوكل بور هذه نباركوري الشين نتاعي بالكاركتر بالكاركتر وقت اللي سي هاش دو اي معناها سي هاش دو اي معناها الكاركتر ده انديس اي نتاع الشين سي هاش مثلا هل اني سي موجوده في الـ في لي فوايير مش موجود دونك مش باش يدخل للسي اصلا باش يتعدى للاي اللي بعدها سي هاش دو ان اللي هي الهاش هل اني موجوده في لي فوايير لا الاو تلقاها موجوده شنو باش يعمل باش يزيد الاس سوا اس بلس ان شنو عمل انا معناها كل اس القديمه صفر احنا ما نقولنا ما ثم حتى سي بوزينا انه الفوايير صفر كي نزيدها بلس ان شنو معناها راني لقيت فوايير جديد اللي هو الاو بلس ان يعني توا الاس شو ولد فيه واحد اش معناها واحد معناها راني لقيت ان فواي نزيد نكمل الدي مش فواي الاي فواي لقيت دونك شنو باش يصير الاس القديمة اللي فيها واحد باش نزيدها بلس ان شتتولي راني لقيت فواي الثاني ان بلس ان شتتولي دو يعني راهو توا ولو دو فواي يعني ديما الاس القديمة اللي فوسطها النمبر دو فواي القديم باش نزيدها بليس ان راني زدت لقيت فواير جديد هذه اش معناها اس بليس ان يعني راي قد ما نلقى كل مره نلقى فواير جديد نزيد بليس ان راني لقيت فواير جديد هكا بليس ان يعني راني طلعت فواير جديد واضح بي كان ما ثم حتى حد عنده سؤال بعده نقدرش نسالي بعض مش يعني من الاول ديما نعملو اس بليس ان زيرو هذه وقتاش اي حاجه فيها صوم لهنا لانه في الاكسيس لهنا ما قالكش راك باش تحسب لي الصوم قالك اعمل لي كالكيلي لي نمبر دو فوايي بلغه اخرى كالكيلي احسب لي قداش موجود من فوايي مي نحنا ما نكتبوش نعم ما نكتبوش اس سوا زيرو في لو لا لا هاني قلت لك اس سوا زيرو حط هاني كنت نفسر قلت لك نا نسيبوزو انه النمبر دو فوايير بار ديفو من الاول صفر ونبدا وين نلقى فوايير جديده شنو باش نعمل للاس نزيدها بليس ان اش معناها زد اس رسوا اس بليس ان راني لقيت فوايير جديد ها وين بليس ان نحط هذه يعني مبسطه العمليه يعني انت باش تسيبوزي الاس نتاعك الفوايير نتاعك من الاول راه ما عندكش حتى فوايير في الشين وتبدا تشرش من تلقى كاركتير فوايل في الشين نتاعك تلقى فوايل في الليست هذيك شنو باش تعمل الاس باش تزيدها بليس ان اش معناها باش تزيد بليس ان يعني اس سوا اس بليس ان يعني راني الاس القديمه زدتها ان هاك الان ذاك شنو يمثل الفوايل الجديد اللي تراني لقيت فوايل جديد يعني كانوا عندي صفر ولا عندي ان فوايل من بعد ولي دو من بعد ولي تروا وين نوصل نكمل الشين نتاعي كامل ب قلنا لهنا هو قال لك تخدم هذه بالبيتون في بالي سكريبت بيتون دونك شنو باش نعملوا هذه باش نبدلوها بالبيتون كيفاش نبدلوها احنا ما قلنا دير سي هاش في البيتون اش تولي يا جماعه سي هاش سي هاش ايغال انبوت انبوت دومي مثلا سي هاش المساج هذاك كل واحد يختار معناها كيما يحب بي هذيك اللي هي سي هاش من بعد الاور اي ان رينج من الزيرو لون سي هاش معناها صح يعني اي من الزيرو لين سي هاش
بين في هاي بطبيعة لأنها ما تحطش موانزا لأنه هو بشي نقص موانزا واحدة وهذه النحو دو طوان ومن بعد الكسية ديكا باش تولي إي إي شنو في هاش دو إي دون باش تولي إن دون الأبارتين تولي إن وتعمل ال لي كاركتير كيما معناها مغاد والاو زادت الاو مش نقولك ما نكتبوش اس ايجال زيرو لا نكتبو نكتب ولا في الشاشة هاي بالبرنت شديلك هو لا في الشاشة وانو عطيه هولي قيلك نكتبو المسال هذا لا شينا يعني لازم تكتب كما عطاك هو في الاجبان انتر دي كود لا شين شنو على شين فيرجيل باش تلصق فيه السي هاش متاعك الشين هذاك لا شين سي هاش شبيه الواحد كونتيان 5 فوايل كونتيان كونتيان اس فوايل كونتيان اس فوايل بالضبط صوتك مش واضح عاود عاود تكلم وقت لك عليه بين قادر مجزكين وبعد ثاني مجزكين في نفس الوقت علاش عملتها مجزكين وبعد عملتها مجزكين نعم بيه لهنا لانه انت في الاكزامبل نتاعنا شوف في الخدمه لهنا كيما نجم نكتبها الأ شادي المينيسكيل كيما نجم نكتبها أ ماجيسكيل كي انت تعمل له كان المينيسكيل الأ ماجيسكيل سي تان فوايي دونك انت لازمك تستي على المينيسكيل والماجيسكيل واضح دونك كيما نجم نلقاها كلمة مثلا كلمة اسمي كيما تنجم تلقاها كيف هكا كيما تنجم تلقاها هكا كيما تنجم تلقاها هكا بالماجستير يعني عندك انواع هذاك علاش كيما الاولانيه شادي قديش فاهم البوايه فيها اثنين هذه زاده فيها اثنين وهذه زاده فيها اثنين كي نجي نتستي كان على المانيسكيل والاي مانيسكيل لهنا باش يخرج لي صفر علاش لاني الاو الاصل يخرج لي اثنين لاني الاو ماجستير والاي ماجستير زاده سي تان فوايه زوز واضح هذاك علاش حطيت الماجيسكيل والمينيسكيل الكل كل واحدة حطيتها ماجيسكيل ومينيسكيل لأنه الأ ماجيسكيل سي تانفوي والأ مينيسكيل سي تانفوي واضح ليه تو نعمل التيست نتاعي باش نكتب اسمي كالعادة نشوفو قداش باش يعطينا دوني سي هاش باش نكتب شادي La chaîne chez des Zinobi contient 6 voyelles. Nous avons des voyelles. Il y a 1, il y a 2, 3, 4, 5, 6. نريد معناها الخدمة صحيحة لهنا. وهذه ايش قلنا نحن؟ كنا نجمو سي هاش دو اي. نعملوها بالماجيس.
كيفاش يا جماعة؟ شنو الفونكسيون مالتها؟ تولي سي هاش او بيغ. باهي، كيفاش نعملوها؟ سي هاش او اي بوان مي لهنا، شنو النحو لهنا؟ النحو هي كلمين سكيل كلها زايدين يا ولد، لأني ماجيش اش تعمل. حول لي الكاركتير ماجيسكي. نجربوا نفس الحكاية. هاوني مريض. يعني لهنا كيما تنجم تخدم تحطهم ماجيسكي ومينسكي، كيما كي تتحولوا لهنا اش عملنا بالإيبار. لهنا حولت الكاركتير سياج دو اي حولته او ماجيسكي، يعني شفت لهنا الاو لولا حولتها في الماجيسكي وتستيتها. هل اني موجوده في الماجيسكي؟ موجوده. دونك زيدني بليس ان. الاي مينسكي حولتها للماجيسكي ولا اي ماجيسكي؟ اه هي موجوده لهنا. دونك نحول ونتستي، نحول ونتستي، هذاك اش معناها ماجيس. واضح يا جماعه؟ باهي واضح. نكملوا ليكزارسيس 29. شقالك لهنا؟ اون ديزير فير ان بروغرام نومي سون شيفر كي بيرمي دو سيزير ان شين. شغلنا سيزير اش معناها؟ معناها لير سي هاش كالكيلي لا سون. اش معناها؟ مادام ثما سون يا جماعه شنو باش نعمل؟ باش نعمل انيسياليزاسيون تاع الاس الفوق، نكتب اس رسوا زيرو وسط البوكل نتاعي اس رسوا اس بليس حاجه. شفت لهنا كيفاش ليكزارسيسات كي تتعاود وتجي تشبه لها الحكايات هذي تولي شنو تولي تسهل لك العملية. هي الطريقة نتاع ريزونمون. افيشي لا سون تروفي كوم افيشي اش معناها؟ معناها اكري. باهي نعاودو لهنا نكتبو الانونسي هذا. ماجيس بطبيعة تنجم تستعملها، مي مش ماجيس، مش ماجيس، تكتب أبر كيما عملنا نحن. باهي، لهنا ديما أول ما تجيكم ليكزامان شنو تعملوا؟ كيما قلتلكم سيزير اش معناها؟ معناها لير. كالكيلي لا سون اش قلتلكم هذي؟ معناها راهي عندك لهنا بوكل، عندك إس. تعملها اس رسوا زيرو وسط البوكل نتاعك اس رسوا اس بلس حاجه. الحته دي تو نفهموا شنو هي. افيشي اش معناها؟ معناها راي اكري. اكري باش تعمل انت العمليه نتاعك توضح بالطريقه دي تو تسهل لك العمليه اللي بدات تصير بصار، لانه هو مشكله كبيره كي تبسطوا في شكل ديزانستريكسيون مشاكل صغار تتحل المشكله. باهي سيزير ان شان سي هاش شنو باش نكتب؟ لير سي هاش. أول انستركسيون سي هاش هاديك السيزي لير سي هاش، هادي هي الانستركسيون الأولانية خدمناها اللي هي هادي خدمناها هادي هي الأولى. كالكيلي لا سون دو سي شيف. نرجع للنونسي باش نزيد نفهمو بالباهي. أنت ممكن باش تقرا شين ولا أو إكزومبل عطيك باش يفسرلك. سي هاش قالك راني دخلت الشين أنفو واحد اثنين ثلاثة. البروغرام دوا أفيشي بور لا شين. هذا شنو هو الصوم نتاع لي شيفر؟ يعني باش يجمع لك لي شيفر الموجودين في وسط الشين. واحد مع اثنين مع ثلاثة مع أربعة قلت باش يعطوني 10 أو نوع أعطاك. يعني شو يلوج لك على لي شيفر الأرقام ويجمعهم. واضحة العملية شنو باش نعملو؟ دونك لهنا بعد القريب كيفاش نكلكل الصوم نتاع سي شيفر؟ باهي باش نكون واضحين لهنا وين عندك شين. احنا مانا نخدمو على شين. وين عندك شين اون جينيرال ما نقولش 100% اون جينيرال شنو باش تعمل؟ باش تباركوري الشين من الاول للاخر. كيفاش باش نباركوروه؟ باك البوكل اللي عملناها قبيله يا جماعه فور اي دو زيرو الونغ سي هاش. فور اي دو زيرو الونغ سي هاش موان زان. اون جينيرال نحكي لكم معناها ما تاخذوهاش مسلمة. أنا نسبة 80% 90% إذا عندك إكزارسيس باش تخدم على لي شين دو كاركتير راو باش تباركوري الشين نتاعك. باش تحتاج تباركوري. كيفاش نباركوري الشين؟ يعني
مش معناها فاكتوري شيء، معناها نبدا نتستي فيه من الكاركتير الاولاني يجي سكان نص من الكاركتير الثاني، كيما عملنا قبل في الاكزرسيس اللي قبله، كيما عملنا لهنا شكون تستينا الكاركتير الاولاني بعد تعدينا الكاركتير الثاني بعد الثالث بعد الرابع بعد الخامس جي سكان كملنا الشين كامل بشنو بالبوك الفور. كيفاش كتبنا فور اي دو زيرو الونسياش موازان نفس العملية. دونك وين عندك شين باش تباركوري باركوري كيما قلت لكم تو بال فور اي دو زيرو الونسياش موازان فير. شنو باش نعملو لهنا؟ لازمني نطلع، لازمني نعرف هل انه الكاركتير اللي باش نتستيه تو هل انه موجود في الزيرو ناف ولا هنفسرلكم مثال كيما اللي يعطيه لنا لهنا لهنا ليك تبتو في الاكزامبل هذا باش نفهمو مع بعضنا بالباهي اكثر. هذا الشين متاعي يا جماعة، هذا الشين متاعي هذا الشين متاعي. احنا ما نقولنا اول عملية شنو نعملو، نرقمو لي زانديس متاع كل كاركتير الاي واحد الـ ان الـ اف دو طروال او الاسباس كات ال الان هو السانك لانديس متاعو دو ستة طروال سبعة اخر كاركتير هو ثمانية. بيه استغفرنا لدي يا ربي. بيه شنو باش نعملو نحنا تو باش نكتبلو هل انو الكاركتير الاولاني موجود في اللي شيفر هيدا من صفر حتى للتسعة. واضح كينو الكاركتير موجود في الانترفال هذا راني باش نجمع مع اش قلنا نحنا مادام ثما صوم اش تنعمل قبل البوكل بول اس رسوا زيرو ولا اللي باش نحسب فيها الصوم والداخل باش نعمل اس رسوا اس بس خلونا الحاجة دي كتا منجوها من بعض دي. هل أني الإي دولة هل أني الإي موجودة في الـ في الزيرو ناف؟ لا. الآن موجودة؟ لا مش موجودة. الإف مش موجودة. الأو مش موجودة. الاسباس هذا هو كاركتير الاسباس مش موجود. الكاركتير واحد موجود دونك شنو باش نعمل له الواحد الكاركتير سيتان كاركتير هو يعني سيتان كاركتير ما نجمش نجمع مع عدد دونك لازمني نحولوا العدد روتو فالور لازمني نحولوا العدد ومن بعد نجمع. دونك شنو باش نعمل هنا فونكسيون تحول لي العدد شنو الفالور فالور نتاع شنو نتاع سي هاش دو اي كي نعمل فالور سي هاش دو اي شتا يولي لي كل الشين ا يولي لي واحد واحد مع صفر نجم نجم واضح. مي لهنا شنو لازم نعمل قبل الاس رسوا اس بدل سي سي هاش دو اي شبيها سي هاش دو اي لازمها ابارتيان للزيرونة يعني ما نجمش نجمع كاركتير مع عدد في الانترفال هيد يعني بلغة اخرى ارقام. الور شنو باش نعمل باش نعمل هذيك الور باش نعمل انستريكسيون هذيك فانسي فانفو هذا هو الصوم نتاع يعني اول حاجه اش عملنا عملنا اس رسوا زيرو سي لا فالور دو سي اف اي ابارتيان لزيرو نعم سامحني نف من غير اكولاد شنو من غير اكولاد هاوني عملت كروشي هذه ولا ناهي قلت لك نورمال نعمل سي لا فالور دو سي اش دو اي ابارتيان ل 0 ا 9 ما غير الكروشي تقصد هذا الكروشي هذا بارونتيز والا تنحي هذه ليه نعمل هذه فالور دو من غير كروشي يعني ولا لا ليه مسيو نعمل سي فالور دو سي اش دو اي ايه انا مش نسمع فيك يا صوت معناته هي رقم
مش الناس تقص الصوت نتاعك. عاود نعملو سي وي نعملو سي لا فالور دو فارتيان من زيرو لنوف من غيرك الكروشير عامل انا يا جماعة بربي فهمتوها كان فهمتوها فهموني رغم الصوت قاعد يقص ويمشي ما فهمتش مسيو تاع متاع سي هاش دو اي عاملين الاي اونتر دو كروشي الاي شبيها هذه هذه على الكروشي معناها نعملو حتى من غير بعد الكروشين تاع الاي شنو خاص انا نعملو حتى بلاش معناها بلاش كروشي يعني الاي قولها سي هاش دو اي اكتبها هكا ابارتيا معناها من زيرو للناس هكا تقص لا الاي من غير كروشي الاي لا ما تجيش اكيد لازم تعمل الكروشي هذي هذيك شنو تعني بها تعني بها الكاركتير الخاص بالشين هذاك دانديسكي لازمك تعمل الكروشيه هذا ليه هي قصدت هكاك هي قصدت اسكو تنجم تردهم فالور الاخرين يعني ما غير ما تحط كالكروشيه ذوكم جست تحط زيرو نف طول لا لا الجيومي تخسر الجيومي تنجمش علاش لهنا لازمنا نعملوا دوكوت ما بين زيرو نف لانه سي اتش دو اي شنو نوعه هو هل انه عدد ولا كاركتير كاركتير ما دام كاركتير لازم تحط دوكوت يمشي ما نجموش نعملوا كان جا مثلا ان مثلا ان 5 ان تقول لي ابارتيان ا 09 عاديه ان لانه عدد مي سي هاش بي سي تان كاركتير دونك اوبليجي انت باش تحط لك الدوكوت هذوك باش يعرف انه نفس التيب تحط له 0 9 خرج لك ايرور غلط لانك انت قارنتي سي هاش بي سي تان كاركتير خرجتها بعدد نعم ما نجموش نحطو فالور قبل سي اتش دو اي يعني تولي سي فالور دو سي اتش دو اي ابارتيان 09 بغير ديكوت هيك تولي حاجه صحيح كلامك لهنا تولي لهنا تعمل كيما هكا كما قال لكم صاحبكم تولي حاجه اخرى عندك الاختيار في بلاصه تكتب هكاك تعمل سي فالور سي اتش دو اي يعني تحولها العدد ومن بعد تقارنها تشوفها ابارتيان للزيرونات نورمال هيك تمشي صحيح واضح مي كي تحطها سي اتش دو اي لازم تقارنها بالكاركتير انا هكاك خسرت وحتى اذا ما فهمتوش يا جماعه هذه اول سيونس حتى اذا ما فهمتوش حوايج راه ما تقولش لازم تفهم كل شيء لانه لانفو باش نقول لكم حاجه الانفورماتيك راه بالممارسه قد ما تخدم ديز اكزرسيس اكثر قد ما يتحسن المستوى نتاعك قد ما الريزون مو يتحسن علاش قاعد نفسر لكم نقول لكم اي كلمه سيزي تعني وافيشي تعني والصوم كي تلقاه قاعد نخليكم انكم مستقبلا كي تلقى اكزرسيس يشبه تخمم اوتوماتيك الريزون مو نتاعك يخمم انك باش تعمل صوم وتعمل باركور نتاع شين بالبوك الفور فور اي دو زيرو فهمت لهنا حبيت نوصلكم لانه لي زيكزارسيس راهم الاول اي واحد باش يلقى اشكاليه انه يفهم لي نصي حتى تقول فهمت وما تنجمش تخدم علاش لانك مش خادم حتى اكزارسيس واحد مش كيما واحد خادم 100 اكزارسيس كيما واحد خادم 1000 كيما واحد خادم 10000 اكزارسيس الريزون مو يختلف فهمت ولا دونك انتوما ما تشدش اكزارسيس وتحفظوا يا جماعه هذه راهي طريقه غلطه طول شد المعلومات اللي عطيتها لكم تو مش لازم هذا شفتوا الكوريكسيون هذا ما يهمكش فيه شنو باش تشد اش معناها سيزي اش معناها في الشاش ما دام موجود الصوم شنو نعمل كذلك عندي شين شنو نعمل هي في الباركور نتاع الشيء هذيك هي اللي تجيبوا بها النقط الخدمه الاخرى اكزرسيس راه يختلف من اكزرسيس لاكزرسيس دونك اكثر حاجه بتجيبوا عليها النقط كيما قلت لكم عليهم لي بوين اللي عطيتهم لكم تو شكون عنده سؤال قبل ما نكملوا شكون عنده كيستيون مش عندي بليك انا هكاك قصدت هنكتبتها لك
قول لي يا كيكا، انا ما فهمتكش اصلا لوين وصلت يا جماعه. قلت لهم فسروا لي، ما فهمتش. فالور سياج دي امريكا هذيك خدمتك تولي صحيحه كي بي. شكون عنده كيستيون؟ مشي انا عندي كيستيون خاطئ مع البارتي هذا. شنو الفرق ما بين انت بالاي وإي وانت بالاو؟ لا هذيك الانت سي ان تيب اونتي والاو انتي هذه قريناها. شو قريناها هنا؟ انت ما حضرت شكل سيونسيت دوم؟ لا حضرت ما ممكن ما ركزتش فيه. في لي فونكسيون كنرجع شوي، في لي فونكسيون او انتي موجوده مش على لي شين، على لي تيب نيميريك. كنرجع لحظه، هما نفسهم تما، شكون يعتبرهم نفسهم نفس الواحد؟ واحدة تعطي بارتيري هي بارتي انتي، تما شكون يعتبرها الانت هي نفسها الـ انتي نتاع الالغوريتميك؟ انتي مش من البارتي تسيبريمي البارتي ديسيمال، يعني تخليك كان بارتي انتي هي الانت. ما فهمتك مسيو. باهي يا جماعة، شكون عنده كيسيون؟ نسيتوش بدون الحصة الجاية وقتاش في الجروب؟ نهبط لكم في الجروب واتساب ان شاء الله، نبرمج ونهبط لكم وقتاش. نارو بالنسبة هاني قلت لكم ما يقلقنيش حتى غدوة نقري، اما المشكلة متاعكم انتوما ما تتلاقوش في وقت واحد، فهمت تو؟ جماعة بربي ما عادش تسألوه البروجرام، برشا يقولوا هل أنه هذا في البروجرام باك؟ أروا كل شيء اللي تقروا فيه هذا راكم قارينه في الدوزيام وفي التروازيام وباش تعدوا عليه في الباك. معناها شفت لي بوك اللي الكل هذا متاع تابع البروجرام باك، لكن لي فونكسيون اللي خدمناها هذوما الكل اللي يدينا فيهم الكل موجود في البروجرام تاع الباك. معناها أروا شنو هو البروجرام تاع الباك تيتزاد؟ تيتزاد لكم لي فونكسيون دو تري، تيتزاد لكم لي فونكسيون دو ريشيرج ديكوتوميك والحكايات، تزاد لكم الانترفاس جرافيك. هذاك هو الكل، والباقي اللي قريته في الدوزيام وفي التروازيام باش تلقاه في الباك ويتعاود لك. معناها راهو نفسه تاع الدوزيام، نفسه تاع التروازيام، تاع الباك، لكن تم زيادة نفسه تاع. ما تقوليش ما دخلنا للباك، دخلنا من اول ما بدينا. مش كان نولو دو سيونس في الجامعة؟ ليه يا جماعة تحبوا تتقروا دو سيونس في الجامعة ولا؟ نعم؟ اي عادي. اي عادي. ليه؟ اي مسيو. ليلة تونا ان شاء الله نبرمجوا مسيو فاكسين انت سيونسات خاطر هيك باش نقعدو ايزي تيكون. تو نبرمج توقيت نشوف روحي، ما هو المشكلة اشوف روحي. علاش راني ديما نعاودها؟ انتوما تو مثلا 30 شخص ولا تقريبا هكاكا تحضر، كي نجي نبرمج انا وحدي شوف تلقى ممكن النص ما ينجموش يحضر. باش نبدا نعمل دو سيونس نفوت للجروب هذاك سيونس، ومن بعد نزيد لحد الجاي نتقابلوا الكل، شنو عملنا؟ فسروا لهنا ما تلقى ما تعمل. يعني انت هذيك علاش نلتجئ اني نقول لكم انتم التوقيت اللي يساعدكم احسن وقت شنو؟ يعني كنت نجم نعمل سيونس وحدي، واللي حضر حضر، ما حضرش ما حضرش. يعني انا صراحه باش نقري الجروب النمبر نتاعو شوي زاد ما يقابلنيش. هذاك علاش؟ هذاك السبب اللي خليني اني نكلمكم انتم على التوقيت، نشوفكم انتم وقتاش نساعدكم وقتاش ما نساعدكمش. ان شاء الله الحصه الجايه باش نبدو في الكونكور والريبيتي، نزيد نراجعهم شوي. اليوم انا خدمنا شوي على بوك الكور. الحصه الجايه ان شاء الله مش هنطوار زادة لبوك الريبيتي والفونكور. به قبل كل شيء خنرجع نقش تم الدرسيت اللي نزلوا في الدرسيت الاخرين كملوهم انتوما ان شاء الله نصلحوهم الحصة الجاية. الدرسيس يا جماعة فرونت نزل الدرسيس واحد هما الحصة الجاية نصلحوه ونبدو في الريبيتي والفونكور ان شاء الله.
باهي تو نقول لكم في الجروب واتساب على التوقيت ان شاء الله تو نشوف ونقول لكم التوقيت مسيان والفيديو بالنسبه للفيديو هذا